سيد دكتور علي زيدان، أنت في عملية اختطافك اتهمت غرفة توار ليبيا التي بدورها عقدت مؤتمر صحفي ونفت أي علاقة لها بهذا الموضوع، واليوم من خلال البيان الذي استمعنا عليه قبل قليل اتهمت السيدان محمد الكيلاني ومصطفى التريكي عضواء المؤتمر الوطني بتورطهم في هذه العملية. هل لديك أي أدلة تثبت تورطهم وكيف تتوقع ردة فعلهما؟ أنا لا أتوقع ردة فعل. ردة فعلي بتكون أنا قلت الحقائق كما هي. أنا عندما خرجت من كورنتيا خرجت بي السيارة وطلبوا من السائق أن يتجه إلى الزاوية، وأنا هنا لا أتهم أهل الزاوية الكرام الذين اتصل بي منهم العشرات يعني يستحمدون على السلامة ويهنئون، والذين أكدوا أن الزاوية هي الزاوية كما نعرفها. بعد طلبوا منهم الاتجاه للزاوية، غيرت الوجهة إلى شارع الشط ثم الشعاب حيث مقر غرفة ثوار ليبيا. بعد وصلنا إلى هذه المنطقة قالوا لا أتجهوا إلى مكان آخر، فدخلوا من النفق القريب من الخارجية بين الخارجية والمهاري، ثم اتجهوا ما بين الخارجية والمباني اللي جنبها إلى الفرناش. أثناء التحقيق ذكروا لي أسماء كثيرة من ضمنهم السيد محمد الكيلاني، أو أثناء وجودي في الاختطاف ذكروا لي هذه الأسماء. ليش أنت هالناس ما تقبلهمش؟ ليش هالناس ما عندش؟ بعدين في كلام حدث بيني وبين السيد محمد الكيلاني، أو حدثني به السيد محمد الكيلاني، وهو يتعلق بمجموعة المجموعة التي تم إطلاق سراحها. قال لي أنت أطلق السراحة، أصدرت قرار إطلاق سراحها، وأنا لم أصدر قرار إطلاق سراحها، وليس من صلاحياتي أن أطلق سراح أي أحد، ولا أعتقل أي أحد، لأن هذه من صلاحيات النيابة العامة ومن صلاحيات جهات الضبط القضائي. السيد محمد الكيلاني قال لي هذا الكلام، قال لي أنت أطلقته في مكتب رئيس المؤتمر الوطني العام. وعندما سألتهم ليش جبتوني، قالوا لي أنك أطلقت سراح هؤلاء الأشخاص، وقالوا لي نفس الكلام اللي قال لي السيد محمد الكيلاني بالضبط. السيد المناعي الذي واجهني بأن اعتقالي تم بناء على مذكرة من النائب العام، قال لي نفس الكلام، نفس التهم التي يوجهها لي السيد مصطفى التريكي. الأمر ذكروا لي أسماءهم وأنا ذكرت الحقائق كما هي. إذا كان هذا الأمر ينحى إلى الاتهام هذا فهمك أنت، لكن أنا ذكرت الحقائق كما تمت. سيد محمد الكيلاني قال لي كلام عوضه لي بالضبط، سيد مصطفى التريكي قال كلام عوض لي السيد المناعي بالضبط كتهمة، وأيضا المجموعة الأولى وأكدوا لي هذا الأمر كتهمة. أنا أؤكد أني لم أصدر أي قرار ولا تعليمات لإطلاق سراح أي أحد، وأن الأمر أثير أمامي، وطلبت من السيد وزير الدفاع أن يتحروا الدقة وأن يوثقوا وأن لا يطلقوا سراح هؤلاء إلا من الجهة بأمر الجهة التي اعتقلتهم، وأن لا يطلقوا سراح المجموعة التي كانت عند درع الغربية لأنها مجموعة تحتاج لمعاملة قضائية. لكن الأمر اللي فهمته هو إطلاق المجموعتين، كانت مجموعة عند الزاوية وكانت مجموعة عند ورشفانة، هذه هي المعنية بإطلاق السراح. كونا أطلق سراح المجموعات الثلاثة هذا أمر يخص المجموعة التي رتبت هذا الأمر، لأني لم أحضر هناك، ولكن لما أثير أمامي طلبت منهم أن يوثقوا هذا الأمر، أن يدونوه بمحضر، أن يفحصوهم طبيا، أن يتأكدوا من تراضي الأهل فيما بينهم، أن لا يقوموا بأي شيء، لا يقوموا بأي إجراء إلا بأمر الجهة التي تملك حق إصدار القرار في إطلاق سراحهم، لأن ليس من صلاحيات الرئيس الوزراء أن يأمر بإطلاق سراح فلان أو يعتقل فلان علان. هذه من صلاحيات النائب العام، من صلاحيات جهات الضبط القضائي، أو من صلاحيات القاضي المختص إذا كان الأمر أمام قاضي. أنا أعرف مهامي جيدا وأعرف صلاحياتي جيدا ولا أتجاوزها ولا فأنا لم أتهم أحد، ولكن ذكرت الحقائق والوقائع التي واجهتني في هذا الأمر. خليني أزيدك من البيت شعر من
السيد مصطفى التريكي حسب ما روى لي عضو المؤتمر المحترم السيد توفيق الشهيبي، قال في يوم الاعتقال متاعي في الصباح وأنا ما زلت في المعتقل، أن السيد مصطفى التريكي قال للسيد توفيق الشهيبي، قال لو أن يريد ما يختطف المفروض قدم استقالته، لو قدم استقالته لما مختطف.